أهلا بكم مشاهدي قناة بلقيس أينما كنتم داخل وخارج البلاد، وأيضا مستمعين على تردد 97.7. أهلا ومرحبا بكم، وأيضا متابعين على البث المباشر على منصات قناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان، هذا البرنامج الإنساني الذي يسلط الضوء على قصص النجاح والكفاح في المجتمع اليمني الذي يرزح تحت وضع مأساوي منذ 5 سنوات. من خلال متابعة هذه القصص مشاهدينا بإمكانكم المشاركة في الإجابة على الأسئلة عبر الاتصالات المباشرة والفوز بجوائزنا، لكن بعد مشاهدة فيلم الليلة. أهلا ومرحبا بكم. بعض الأحلام نتمسك بها ونعيش تفاصيلها وكأنها ستحدث يوما ما. وأن تحلم بمشروعك الخاص وخياراتك محدودة، فإن ذلك يتطلب كثيرا من الإرادة والاعتزاز بالذات. في منطقة النشمة بمحافظة تعز شهد برنامج حيث الإنسان قطف ثمار حلم إحدى فتيات الريف التي قاومت ظروفها وحملت مشروعها هنا وهناك، وكان لحيث الإنسان شرف قبول المشروع وصناعته مع أحلام. أحلام في حكاية اليوم تمثل نموذجاً رائعاً للفتاة اليمنية التي تستطيع تحمل مسؤولية أسرتها والكفاح لأجلها، وفي الوقت ذاته لم تنسى مشروع الحلم الخاص بها وبدراستها لتحوله إلى واقع ملموس. فدعونا نتابع كيف حدث ذلك وتحقق حلم أحلام. مثل كل القرى تنبسط بيوتها على المدى، لكنها تخفي الكثير من الحكايا. كانت قرية إذكار القرية المتعطشة للماء، والمختبئة خلف أبوابها دموع وضحكات وآمال شتى. قرية إذكار قرية صغيرة تتبع النشمة في مديرية المعافر، يجتهد أبناؤها في زراعة المحاصيل الموسمية من الحبوب، ولا يتمكنون من زراعة الخضروات والفواكه لقلة الماء وعدم وجود التربة المناسبة لهذه المحاصيل. تشرق الشمس، ومعها تشرق آلاف الأحلام والآمال لنساء هذه القرية ورجالها. ولكنها على وجه الخصوص تهب الأحلام المشروعة لامرأة لها من اسمها كل النصيب. هذه الأحلام التي انكسرت على عتبات الطفولة
بزواج مبكر خذلها كثيراً وكبل طموحها بل وآمالها أن تصبح طبيبة. لكنها قاومت الكسر الأول ودرست مجالاً آخر أحبته فيما بعد. تزوجت ب 2006 عدني صف ثالث إعدادي. كان عمري تقريباً 14 سنة. يعني كان الزواج مفاجئ الحمد لله. بعد الزواج يعني تزوجت من هنا على ابن خالي لصنعاء. بعد عامين من الزواج أجبرتها الظروف للعودة إلى منزل والدها، وهناك وجدت من يعلمها أبجديات الحلم من جديد. كثير من الأمهات يصنعن أقدار أبنائهن كما يقال، فهل كانت أم أحلام كذلك؟ اضطريت عليه لازم تخلص التعليم لان الاميه يعني تضيع، ونحن يعني لما نعاني الاميه ذي تعاني يعني بتعب ومشقه وسياب، ما حد يعني ناس معاهم احد يعزلنا هون، ناس ما فيش معاهم احد، ومهما اضطرينا علينا كذا لان احنا عشنا يعني بتعب، عشنا بفقر، عشنا بضياع، يعني ما فيش فايده. اضطريت بعدها يعني لحتى نجح ان شاء الله، والان تدور لنا فلنسه. آمنت أم أحلام بأن عليها رسم قدر ابنتها وأن تجعله مختلفاً عما عاشت، فالمرأة التي تملك شهادة قادرة على أن تقف على قدميها دون مساندة أحد. ولأنها ابنتها أرادتها امرأة قوية قادرة على التمسك بالحلم مهما ابتعد. هي طبعا مثابرة طموحة يعني، وكانت لي وضع خاص، بقية تختلف عن زميلتها بحكم انها مرتبطة كانت متزوجة ولديها أطفال وهذا، فنحن أولينها اهتمام خاص يعني، شجعناها على أن تكمل بعد المهني التقني، وحصلت على شهادة في مجال التقني، والآن هذا برضو المشروع الآن اللي تحصل عليه أحلام بيعطي دفعة قوية للفتاة بأن تلتحق بالتعليم. أحلام تمتلك إرادة قوية، إحنا نسميها يعني المرأة الحديدية. حين عملت أحلام بعد تخرجها من المعهد الزراعي لم تكن تريد مالاً على حاجتها له. لكنها أرادت أن تساعد غيرها من الطالبات وأن تنشر فكرة وأهمية الزراعة بالطرق الحديثة. أربعة أطفال هم الطاقة التي استمدت منها أحلام قوتها، والتي بهم ولأجلهم صارت أقوى. تريد هي الأخرى رسم أجمل الأقدار لأبنائها. قلت يا رسول الله.
توقفت أحلام عن الدراسة أكثر من مرة بسبب الثورة ثم الحرب، ففتحت أحلام مجالات عمل أخرى. اجتازت صعوبات كثيرة لتتخرج من المعهد الفني للزراعة، ثم عملت مع منظمات عدة. كان حلم أحلام الأهم هو أن تطبق ما درسته على أرض الواقع. لكن الشمس التي كانت تشرق كل يوم لأجل أحلامها حجبتها الكثير من الغيوم والعثرات، فتوقفت كثيراً وابتعدت عن حلمها بأعمال أخرى قادرة على منحها وأطفالها أماناً يومياً. تقريباً لي 11 سنة واني أحلم أنني أنفذ هذا المشروع، يعني بيكون فرحة أول حاجة لي، وثانياً يعني تحقيق لحلمي الذي طالما سعيت له. حاببني أقول لأي امرأة في حال أنني حصلت على هذا المشروع أنه مش صعب أنك تحصلي على مشروع زي كذا، حتى لو أنت من نفسك تتبني هذا المشروع، يعني مش شرط أنه يكون كل مشروع فيه برغل. كوني أنت قائدة نفسك وكوني أنت ذاتك. حين يتعثر الحلم مرات عدة، ففرح ملامسته كأنما تنبت الزهور في فصل الشتاء. هكذا كان اللقاء بالحلم الذي ابتعد كثيراً بفعل الظروف والحرب والحاجة. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نحقق حلمك. شكراً 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 جزيلاً. مو قل لك، يعني شعور ما يتصف، يعني ما أقدرش أيش أعبر لك يعني بالكلام. ما بس قبل ذلك كله، يعني الفضل يعود للوالدة، لأن هي كل خطوة أخطيها بسببها بفضلها. ثقتي فيني ووقوفها معي يعني هو اللي خلاني اليوم كذا، لأنني كنت بيوم من الأيام ما توقعش أنني بكون بالمكانة هذه. على هذه المساحة نسعى لتحقيق الحلم وجني ثماره. لقد بنت نفسها حلماً حلماً وآمنت بأن ذلك سيتحقق يوماً ما، لكنها لم تشأ أن تكون وحيدة، فدراسة الجدوى لهذا المشروع لابد لها من مساندين، فاختارت أحلام أن تكون المرأة التي بلا عائل هي مساندتها، كلاهما يسند الآخر. احنا قررنا نوقف بجانب أحلام، لأن أحلام مش مشروع وحدة، مشروع يعني حلم كل بنت في الريف، لازم احنا نوقف معه ونسانده عشان تتوسع دور المرأة الريفية في المجتمع ويشاركين في أي برنامج وقدمين عشان ينمو كل حلم بنت ريفية. في اللحظات التي يتم فيها تجهيز المشروع من قبل فريق حيث الإنسان، تتأرجح الصورة في خيال أحلام. كيف يمكن للشكل النهائي للمشروع أن يكون؟ لتحدث نفسها أن القادم سيزهر حتماً، وأن الفكرة التي زرعت في مخيلتها ستثمر نجاحاً، لأنها قررت تغيير قدرها وعملت على ذلك. Thank you.
اليوم آن لهذا الأمل أن يكتمل، وآن للحظات حقيقية أن تفتح باباً جديداً مع الحياة، لتخبرها سنزرع فيك آمالنا، لتنبت يوماً ما مشاريع محققة وإنجازات على أرض الواقع. فرحانة، مبسوطة، يعني شعور ما يوصفش إنك تحقق حلمك الذي سعيتي له يعني مدة يعني طول سنين إنك تحلمي بهذا المشروع، وأخيراً تحقق وشفته قدام عيوني. يعني صح لما أجيتوا وقلت لي الموافقة على المشروع وإنهم يعني قبلوا إنني أكون واحدة من هذا يعني المتوفقة في المشروع، كان يعني صح إنه الفرحة كبيرة، لكن مش بحجم الفرحة اللي أشوفها اليوم هذا. وعادوا من يوم ليوم والفرحة تكبر وتكبر لما يكتمل الغطاء، لما نكمل الزراعة، لما تنبت الشتلة، يعني الحمد لله. وإن شاء الله بإذن الله ربي يوفقنا ونكون قدوة لكل فتاة ريفية ولكل امرأة ريفية تكون يعني معتمدة على نفسها، ونحن قدها وإن شاء الله نكون قد المسؤولية. ثلاثة أشهر كانت كافية لتعبر أحلام إلى الحلم فيصبح واقعاً، وتخطو بين شتلاتها المثمرة لتمتد يدها هي ورفيقاتها لجني ثمار محصولها وحلمها معاً. وبهذه الصوبات التي بنيت والشتلات التي زرعت والمساحة التي احتوت الحلم، تكون الأقدار قد رسمت كما يجب لامرأة أرادت فعملت فحلمت فكافأتها الحياة. أحلام المرأة الحديدية كما قال ووصفها مدير المعهد الذي كانت تدرس فيه. إن كنت تشاهدين معنا اليوم يا أحلام، فنحب أن نقول لك شكرا لأنك منحتينا هذه الروح ومنحتينا هذه السعادة. أحلام، بقصتك الملهمة ستكونين نموذج يحتذى به ويحتذي به كثير من الشباب، وبالتأكيد سيكون أبناؤك فخورين بك تماما كما هو حال والدتك الآن التي تنظر إليك بكل فخر وحب. وهنا يكمن أساس النجاح، إسناد البنات والأبناء بالحب ومنحهم الثقة. مرة أخرى شكرا أحلام أنك شاركتينا حلمك. تابعنا الفيلم وتابعنا القصة مشاهدينا الكرام، وأود أن أذكر هنا معلومة هي ربما قد تكون مهمة. هذا المشروع استغرق من الوقت للتنفيذ ربما أكثر من 3 أشهر، من بداية تجهيز المشروع والأرض إلى لحظة وصولنا إلى جني الثمار والحصاد.
طبعا مشاهد جني الثمار والحصاد تم تصويرها قبل يومين في يوم 13 من رمضان، يعني بدأت جني الثمار، لذلك كنا حريصين أن تكون هذه القصة حاضرة بكل تفاصيلها، ونجح هذا المشروع معنا في هذا الموسم من برنامج حيث الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام، من خلال هذه القصة هي تحية من برنامج حيث الإنسان لكل الفتيات اليمنيات أينما كنا، فتيات المكافحات. الآن ستكون تفاصيل المسابقة بالتأكيد من تفاصيل قصة اليوم عن بطلة هذه القصة أحلام. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. أيوة، ألو. من معي؟ السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ معك نبيل، نبيل محمد عباس الرويعي. نبيل. أيوة، نبيل محمد عباس الرويعي، جيب لي محافظة إب. نبيل من محافظة، نبيل الربيعي من محافظة إب. حياك يا نبيل. الرويعي. الرويعي. أيوة. من فين في إب يا نبيل؟ أنا من مديرية جبلة. من مديرية جبلة. من إب الخضراء. طيب. أيوة. ما اسم قرية أحلام؟ هي اسم الكار. وايضا النشمة تعود هذا الاسم اللي سمعت عنه. ايوه، بس اسم القريه ايش؟ ذكرت انت الاسم صح؟ اذكار. اذكار صح. يا سلام عليك، واجابتك صحيحه، ومبروك لك 50,000 ريال. الله يفتح عليك يا اخ ثاني، والله اني اشارك من العام الماضي والسنه هذه. وانت ايش اسم قريتك يا نبيل؟ هي مديريه، مديريه جبنه محافظه اب. والقريه ايش اسمها؟ يعني هي مش قريه، مديريه، مديريه. شكرا لك، شكرا لك، مبروك لك 50,000 ريال. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ ألو. أيوة، من معنا؟ معك وداد. وداد من؟ من عدن. وداد من عدن. السلام. أهلا بك يا وداد. وداد من عدن. تابعت يا وداد القصة؟ أيوة تابعته. طيب، سؤالي لك، ما التخصص الذي كانت تريد أحلام أن تدرسه؟ الزراعة. لا، هي كان في بالها تخصص تريد أن تدرسه، حلم لها، مش اللي درسته. دكتورة. دكتورة كانت شي تكون دكتورة. كانت شي دكتورة. مبروك لك إجابتك 50,000 ريال، جائزتك 50,000 ريال، مبروك. شكرا. عفوا. طيب، اتصال آخر. ألو. طيب، أذكر فقط بمن يقول أنا أتصل والأرقام مشغولة، بالتأكيد الأرقام مشغولة، لأنه في ناس وقت البرنامج بيتصلوا، لكن في ناس أيضا من قبل البرنامج بيتصلوا، هناك ناس بيتصلوا 24 ساعة على أرقام البرنامج، لذلك خارج أوقات البث المباشر للبرنامج يتم الرد عليهم بشكل آلي أن المشاركة غير ممكنة غير وقت البرنامج، لذلك اعذرونا على هذا الضغط الموجود بسبب المشاهدات ومتابعة البرنامج. اتصال. أدوك اسمين. من معنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ هالة سعيد قائد. هالة. هالة. وعليكم السلام. هالة، من فين يا هالة؟ من تعز. من تعز. طيب، أين عملت أحلام بعد تخرجها؟ أين عملت بعد تخرجها؟ بالزراعة. طيب، لا، مش في الزراعة. من بتسأل؟ من بتسأل؟ يا هالة. أيوة بالزراعة. لا، مش في الزراعة. يعني بعد تخرجها فين راحت توظفت؟ فين اشتغلت؟ تدريس. فين درست؟ ايوه. فين درست؟ من تسالي؟ بالمعهد الزراعه. في المعهد الزراعه. انت من بتسالي يا هاله؟ من بتسالي؟ اخي. هو اللي كتب المعلومات. ايوه. ايش اسمه؟ ايوه. طيب، ايش اسمه اخوكي؟ ايوه. ايش اسمه اخوك طيب اللي ساعدك اللي كتب الاجابات؟ محمد. محمد، قول لمحمد مبروك 50,000 ريال. الله يبارك فيك، شكرا. بحلي من الجائزه يا هاله، لك ولا لمحمد؟
لاني تعبه احنا واقفين. يلا تمام، مبروك لكم، مبروك لكم وتحياتي للاسره جميعا. مبروك لك 50,000 ريال والاجابه صحيحه. طيب الان نتوجه مباشره نجري القرعه، واليوم في خبر حلو انه في تفاعل اكثر، وصلنا الى 66,241 اجابه ورساله وصلتنا على الرقم الواتساب الخاص في البرنامج عن سؤال حلقه امس، وكان السؤال كانت الإجابة الصحيحة طبعاً هي الاختيار الأول، ما اسم المشروع الذي حلمت به الفتيات الثلاث فاطمة وبلقيس ومريم؟ وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم واحد كيبورد الناعم، وكنا جاوبنا على هذا السؤال في الحلقة وسألناها أحد المشاهدين عبر الاتصالات عشان نساعدكم، ومع ذلك عدد الإجابات الخاطئة للأسف 17,220 إجابة خاطئة وصلت للبرنامج. الآن سنجري السحب وسنختار أول فائزين في هذه الفقرة من 49,021 إجابة صحيحة وصلتنا إلى البرنامج، ومبروك وبسم الله نختار الفائز الأول. مبروك للفائز صاحب الرقم 77194740. مبروك إذن لصاحب الرقم 77194740. طبعا الكثير بيسأل يقول بتجروا القرعة فقط بشكل سريع على أول 10-15 رقم. أنا سألت الزملاء في القسم التقني في قناة بلقيس عن آلية اختيار الأرقام وكيف يتم اختيارها بشكل عشوائي. هناك آلية تضمن أن الفرصة متاحة لكل الأرقام التي وصلت، هناك نظام معمول لأن تتوزع الفرصة على الجميع. لا تقلقوا، البرنامج لا يختار أول 10 أرقام وصلتنا إلى البرنامج، ويمكنكم التأكد ممن فازوا من أصدقائكم وتسألوهم متى أرسلوا وشاركوا في المسابقة. لدينا اتصال. ألو ألو، من معنا؟ معك من؟ حكيم محمد يحيى. حكيم، من الاتصال يا شباب؟ حاتم. ألو ألو، معك يا حاتم، تسمعني؟ أسمعك. من فين يا حاتم؟ حاتم ألو، معك من محافظة. من فين؟ محافظة. طيب حاتم يمكنك تيجي، حاول توقف في مكان فيه تغطية أفضل، صوتك مش واضح عندي. ألو حاتم. ألو. أيوه حاتم، من أي محافظة أنت؟ محافظة حجة. من محافظة حجة. يا حاتم سؤالك. أيوه. سؤالك كم كان عمر أحلام حينما تزوجت؟ اذكر لي يا عمرها يا السنة. يعني في 2006. في 2006. عمرها 14. مبروك عليك، إجابتك صحيحة وكانت في صف ثالث إعدادي، مبروك لك 50,000 ريال يا حاتم، مبروك لك. شكرا لك يا حاتم على المشاركة. اتصال آخر. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ همام خالد. من وين يا همام؟ من عدن. من أي مديرية؟ خور مكسر. خور مكسر، حياك حياك وأهل خور مكسر. الله يحييك. كيف البرنامج معكم يا همام؟ تابعونا؟ أيوة أكيد. أيوة ما شاء الله، فرصتكم كثير أصحاب عدن في البرنامج، لأنه ما فيش معانا مفتاح. يا سلام عليك، مفتاح إيش؟ 02. أنتم تدخلوا على طول للبرنامج ها؟ أيوة على طول، ولا عاد تفتحوا الباب ولا مفتاح ولا شيء؟ ولا عاد نفتح الباب ولا شيء، ونحاول مرة مرتين ونشك. كم حاولت اليوم مرات أنت؟ ثلاث مرات فقط. يعني بدون مفتاح نحن من عدن ندخل بدون أي حاجة، بدون واسطة، بدون أي شيء. بدون. أنا الآن نداري يا همام، تعال شو أقول لك حاجة. الآن نحن المشاركين اللي من اليمن أقول لهم من أي محافظة؟ أنا بجيب لك اقتراح، أنا بجيب لك فكرة. أصحاب اليمن نقول لهم من أي محافظة، وأصحاب عدن نقول لهم من أي مديرية. تمام أصبر، أنا بقول بجيب لك فكرة. أي الرقم اللي آخره 3 لأصحاب عدن، واللي آخره 4 لأصحاب أي محافظة أخرى.
طيب كيف نعمل؟ ليش نعمل الاتفاق هذا؟ خلاص اصحاب الكنترول قل اي اخر اربعه لا اللي في اذا ما فيش فيبو صفر اثنين لا يستقبلش، يعني مثلا عدن وابين ولحج يمسكوه اصحاب اللي اخره ثلاثه. طيب لا الان اصحاب عدن يمسكوا اللي اخره كم؟ ثلاثه. اصحاب عدن وابين ولحج لانه ما فيش صفر اثنين. ها ايوه الان بقيه المحافظات يمسكوا اللي اخره اربعه. الآن أنا لو أنا من أبيان أشي اتصل بهذا الرقم مش ضروري أعمل 02؟ مش ضروري أيوه، مرتبط بثلاث المحافظات وزي ما 04 مرتبط بإب وتعز. والله صح صح، 04 لتعز وإب و 02 لعدن ولحج أبيان. نعم بس أنداري أهم منكم أصحاب عدن حتى كوشتم على نصيب أبيان ولحج. ما لأنه الكنترول عندنا قريب ويعني 3-6 جنبنا قريب يعني. الله يفتح عليك يا همام حبيبنا يا همام. يلا كل اتصل لنا كل يوم يا همام. تمام يعني في فرصه اخرى نشارك. هو ان شاء الله هو يفضل قد هو مره بس نشيك نعينك شيخ الاتصالات. انت الان تقسم لنا الاتصالات اللي ينتهي بثلاثه تمام. عدن واللي بينتهي باربعه الباقي اليمن. ما انت ما عرفتناش اخو من انا. لا اخو محمد العماري. محمد العماري ايوه اللي شارك أخوه. معنا ايوه انا اخوه. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. التلفون حقك ايش من نوع التلفون اللي معكم في البيت؟ ها معكم تلفون في البيت اصلي يمسك الاتصالات على طول؟ على طول ايوه. طيب حياك تحياتنا لمحمد. طبعا اذكر المشاهدين بس محمد العماري الشاب البطل الذي شارك معنا وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه وسرد كل الاجابات بشكل صحيح. تحياتنا لمحمد. وصلت الجائزه ولا؟ الحمد لله وصلت ال 50,000. ايوه طيب سؤالي لك يا همام، كم عدد أطفال أحلام؟ أربعة. كم؟ أربعة. أربعة ما شاء الله عليك ما شاء الله إجابة صحيحة ومبروك لك 50,000. الله يبارك فيك. خلاص تيحوا فرصة للجيران يا همام. تمام تمام بس بخي بيشارك بعدين مرة ثانية ولا عاد اتصل واحد تمام عاد باقي معكم أخ ثالث. أيوة تمام. طيب تمام إن شاء الله. إن شاء الله مبروك لكم. يلا اتصال اخر او اتصال اخر بعدين نروح للقرعه. اتصال الو. ايوه من معنا؟ عبد العزيز محمد حميد. عبد العزيز محمد حميد. عبد العزيز محمد حميد. ايوه طيب لحظه يا عبد العزيز بس في رساله انا شي اتاكد من المشاهدين اللي على البث المباشر. الاخ سالم سعيد عبد العزيز. طيب لحظة خليك معي يا عبد العزيز. سالم سعيد سالم علي تمام تمام خليك معي بس الشيء هذه رسالة عبر البث المباشر. الأخ سالم سعيد سالم علي يقول أنا اتصلت بالرقم 02-368-583 يقول لي الرقم مفصول من قبل الإدارة. أنا أطلب بكل المشاهدين الذين من خارج محافظة عدن يجربوا يتصلوا على الرقم الأرضي وإذا كانت تظهر لهم هذه الرسالة حتى ندرك ونتجاوز هذه الإشكال لأنه لدينا صعوبة. نحن موجودين خارج اليمن ونريد أن نتواصل ويكون كل المشاهدين موجودين معنا في البرنامج. إذا صادفتكم هذه الرسالة أبلغونا من خلال البث المباشر في التعليقات. تفضل أخ عبد العزيز من أي محافظة؟ أنا في صنعاء. من صنعاء. من صنعاء عبد العزيز من صنعاء. حياك يا عبد العزيز. حياك. طيب عبد العزيز ينفع توطي صوت التلفزيون تسمعني من التليفون؟ أيوه تمام. أحلام من الذي ساعدها وساندها ودعمها حتى تكمل دراستها؟ دعمها أمها. أمها والدتها. إجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000. يلا سلام. يلا مع السلامة يا حبيبي. طيب الآن نذهب للقرعة ونختار الفائز الثاني معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال. وأذكركم وصلتنا 66,241 رسالة. الآن سنختار الفائز الثاني وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني ومبروك للفائز صاحب الرقم. بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 7301-68720. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 7301-68720. مبروك للفائز الثاني وسنجري القرعة ونختار الفائز الثالث وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال بعد دقائق. لدينا اتصال. ألو. طيب فقط أذكر بالمعلومة يعني اللي كنا طلبنا من قبل قليل انه واحد من الناس المشاهدين معنا كتب وقال في البث المباشر
انه بيتصل على الرقم الارضي يقول له الرقم هذا مفصول من قبل الاداره، مع انه في ناس بيتصلوا ويشاركوا على هذا الرقم. الو. الو، السلام عليكم. من معنا؟ وعليكم السلام. كفاح جميل. كفاح جميل. جميل، من فين يا كفاح؟ من خار مكسر عدن. خلاص ما عاد نقولش من عدن، على طول ندخل للمديرية. ها؟ ها؟ على طول دخلنا المديرية، خور مكسر عدن. خور مكسر. خور مكسر، طيب عدن. ينفع يا كفاح توطي صوت التلفزيون تسمعني من التلفون؟ أكيد. صدى وتأخر صوت. طيب وطي الصوت واسمعيني من التليفون أحسن. أيوة وطيته. طيب السؤال، لماذا لم يستطيع أهالي قرية إذكار قرية أحلام، ليش ما يقدروش يزرعوا فواكه وخضروات؟ إيش السبب؟ الأول لأنه عشان كان قلة الماء. أيوة قلة الماء، تمام. وأيضا إيش؟ فهم اشتهروا في زراعة الحبوب. تمام. ما قدرش لانه عن شر قله الماء. وايش كمان في سبب ثاني؟ وقله المياه. ايوه قله الماء، وفي سبب اخر ايضا يتعلق بالارض، ليش؟ الارض جافه. او التربه. الحراره. الحراره. لا مش الحراره. الحراره. لا التربه مش الأرض، يعني الأرض يعني مش صالحة للزراعة كانت. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000 ريال. قلة المياه وأنه التربة مش مناسبة لزراعة الخضروات والفواكه، لذلك أحلام تم عمل لها مشتل خاص بتربة مناسبة وأيضا إمدادات مياه. طيب شكرا لك، مبروك لك 50,000 ريال. ألو، اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك عثمان عبد العزيز الشيباني. عثمان عبد العزيز الشيباني، من فين يا عثمان؟ من المكلا. من المكلا؟ ايوه نعم. اهلا اهلا وسهلا باهل المكلا. حياك الله. حياك. يا صديقي سؤالك، كم صار لاحلام وهي تحلم بهذا المشروع؟ كم صار؟ أيوة كم صار، يعني كم، يعني كم لها سنوات تحلم بهذا المشروع؟ تحلم من الصغار. أيوة يعني كم سنوات؟ تقريبا 9 سنوات. أو 9. أيوة يعني بعد المقدار هذا، من 4 أو 5 سنوات تحلم. 9 ناقص زائد قليل. ها أيوة. أنت تابعت الفيلم ولا لا؟ أيوه تابعنا. أيوه. طيب اسمع، أنا كنت خليك معي، أنا كنت سألت إنه الناس إنه الرقم الأرضي اللي من عدن اللي ينتهي 3 هل شغال أو خارج الخدمة كما قال بعضهم؟ الدكتور عبد الوصابي قال الرقم شغال لكن مشغول مشغول مشغول. طيب الحمد لله إنه الرقم شغال. أيوه. طيب الآن يا صاحبي، كم سنوات صار لحلم أحلام؟ أنت قلت 9 سنوات، 9 سنوات إجابة خاطئة. لا لا هو يعني تقريبا يعني بالمقدار يعني 4 سنوات أو 5 سنوات. أكثر من 9 سنوات، يلا ها أكثر من 9. 12 سنة. أقل من 12. 11 سنة. أقل من 12. أقل من 12. أيوة كم؟ 10 سنوات. أزيد من 10. طيب 11 سنة. مبروك 50,000. حياك الله. الله يحييك. شكرا لك. يلا مبروك لك. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ من معي؟ أماني. أماني، من فين يا أماني؟ أماني من عدن البريقة. أيوة حياك يا أماني من البريقة، وتحياتنا لكل مشاهدينا في البريقة، تتابعوا البرنامج يوميا. أيوة.
قد عدن كلها تتابع البرنامج هذا اكيد صح؟ ايوه ما شاء الله، برنامج صراحه ممتع. ايوه ما شاء الله عليكم ما شاء الله. على قد نحن مشتركين معنا، مشترك من عدن ومشترك من اليمن. ايوه. طيب السؤال، ايش عنوان الحلقه؟ اذا تابعت الحلقه ايش كان عنوان الحلقه؟ عنوان الحلقه احلام. ايوه احلام احلام صارت واقعه. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000. الله يحفظك. يلا مبروك. شكرا جزيلا. عفوا عفوا، مبروك لك 50,000. الان نذهب نروح نختار قرعه، نختار الفائز الثالث عن سؤال امس، قيمه جائزته 50,000 ريال. واذكر انه عدد الاجابات التي وصلتنا امس 66,241، وهذا رقم كبير ومميز ان تصل عدد الرسائل للبرنامج، لكن المؤسف انه عدد الاجابات الخاطئه 17,222 اجابه خاطئه. كانت الاجابه امس واضحه، ويعني اطلب منكم انكم تركزوا في اجابه اليوم، والاسئله سهله، ونتمنى ان تكون كل الاجابات التي تصل للبرنامج اجابات صحيحه، وفقط فقط فقط ارسلوا رقم الاجابه. الفائز الثالث معنا وقيمه جائزته 50,000، بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 77313578. إذن مبروك لصاحب الرقم 77313578. مبروك إذن للفائز الثالث معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال، ومبروك للفائزين الثلاثة. ولحظات تكون معكم الأرقام الثلاثة ظاهرة على الشاشة. مبروك للفائزين الثلاثة، ولديكم فرصة أيضا اليوم للفوز بثلاث جوائز من خلال إجابة على سؤال واتساب اليومي، والتي ستكون الإجابات من قصة الليلة. والأرقام الثلاثة على الشاشة معكم. مبروك لصاحب الرقم 77194740، ومبروك لصاحب الرقم 73016870، ومبروك لصاحب الرقم 77313578. طيب قبل الاتصال، في اقتراح من الاخ عبد الله سعيد يقول: يا اخي الغوا الرقم الارضي واعملوا الرقم الجوال فقط، وهذا هو الحل الوحيد لتساوي الفرص لكل اليمنيين. ايش رايكم يا جماعه؟ طيب اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟ معك عائشه علي سعيد. عائشه عبد السعيد، من فين عائشه؟ عائشه علي سعيد. عائشة علي سعيد، من فين عائشة؟ من سيئون. من سيئون؟ أيوة. أخيرا، كيف حالك عائشة؟ كيف الأجواء في رمضان عندكم في سيئون؟ الحمد لله والله تمام. الحمد لله. سؤالي لك يا عائشة، تابعت القصة؟ أيوة أيوة تابعنا. تابعتي. طيب مديرية النشمة تتبع أي محافظة؟ تتبع اي محافظه؟ مدينه ايش؟ هي قريه اذكار، القريه اللي فيها احلام تتبع مديريه النشمه. هذه مديريه النشمه في اي محافظه؟ في تعز. تعز. في تعز. مبروك عليك 50,000 ريال، اجابتك صحيحه. يلا شكرا، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا جزيلا لك، مبروك لك 50,000 ريال، وهذا ربما كان الاتصال الاخير. الان سنذهب ونعرض عليكم سؤال حلقه اليوم، فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، فقط أرسلوا الرقم 1 أو 2 أو 3 والسؤال. السؤال على الشاشة، والسؤال يقول: ما اسم المديرية التي تتبعها قرية إذكار؟ هل الاختيار الأول التربة، أو الاختيار الثاني الحجرية، أو الاختيار الثالث المعافر؟ أذكر بالسؤال، باسم المديرية التي تتبعها قرية إذكار، هل التربة أم الحجرية أم المعافر؟ فقط أرسلوا الرقم 1 أو 2 أو 3. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذا كنت شاكك مثلا بالإجابة رقم 3 اللي هي المعافر، فقط أرسلوا رقم 3، مش تكتب المعافر، اكتب رقم 3.
هذا إذا كنت شاكك بالإجابة الثالثة المعافر. انتهت حلقة الليلة من برنامج حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة على الهواء مباشرة دائما وأبدا على شاشة بلقيس، وموعدنا 9:05 مساء كل يوم. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا